اشمعنى انا يعني؟ من كتر يعني ما تعرفنا كان لذيذ قوي يعني. السؤال يبان انه سهل، بس هو في الحقيقه صعب جدا على فكره. لا اصلي ما اظنش يعني ان يعني اول يوم اتقابلنا فيه رقتي عجبتك مثلا. يعني هتقولي لي جدا بصراحه. انا شايف ان احنا بلاش نفتكر اليوم ده اصلا، لاني بس والله العظيم بالعكس انا اليوم دوت كان عندي احساسين عكس بعض. هو انا من جوايا انا اسف يعني مش طايقك وبتخانق وجايب اخري؟ مش طايقني ليه؟ انت اللي زعقت الاول. لا لا خالص على فكره، انت اللي كترتي. لا 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 انت مش فاكره. لما انا جيت بسالك بصي بصي اما جيت بصي 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 قلبتي في ثانيه. عشان انت اللي بتقول ان انا اللي زعقت الاول. انت لو مكاني هتبقي تحسي نفس الاحساس على فكره، بس كان جوايا حاجه ثانيه. انه للدرجه دي انت خايفه على الولاد؟ للدرجه دي ان انت قادره تشيلي مسؤوليه اطفال؟ لاني برضه مسؤوليه صعبه جدا على فكره جدا. ده بقى نادر قوي الفتره دي، يمكن دي مشكلتي في حياتي. مش كل اللي بتقابله في حياتك يقدر يشيل مسؤوليه. حاجات كتير كنت بعاني منها، كنت محتاج قابل بني ادمين بيقدروا يقفوا على رجلهم. معرفش حسيت كل ده فيكي. حسيت انك ينفع تبقي، هي كلمة كبيرة شوية بس والله هي اللي جوايا، ينفع تبقي سندي. حسيت ان انت ينفع البنت اللي انا اقدر اعيش معاها في حياتي. عارفة والله حسيتك صاحبتي واختي وامي وبنتي. حسيتك ينفع تبقي مراتي. أنا بسبق الأحداث بس ده اللي جوايا. عارفة؟ لما تبقى عايش حياتك كلها بتدور إن أنت نفسك تحس بس بالأمان، ودايما مش بتلاقيه، وبالصدفة كده لما تلاقيه ببني آدمك تحس إن كل البيبان اللي في الدنيا اتفتحت لك مرة واحدة، وإنك عايز تفضل صوت وسعيد وفرحان وتقول كل اللي جواك. انت حسيتيني بكل دوت؟ بص دايما الولاد عندهم مشكله، يقعد يقول لك ادور على واحده حلوه تعيشني في حياتي مبسوط، او اشوف واحده بقى شبه امي وكده. انا بصراحه ولا كنت بدور على واحده شبه امي ولا على واحده حلوه. انا كنت بحاول اشوف حد يحس بالامان معايا. ممكن بعد ما تعاشريني شويه تكتشف ان دي اكتر حاجه انا مفتقدها، ان انا احس بالامان، ان ابقى قاعد مبسوط في المطلق، اني ابقى مبسوط حتى في الخناقه، حتى في الفرح. ده اللي بيسموه حب عذري باين. انا عمال بخرف صح؟ والله ما قصدي خالص، بس يعني بصي بقى يا ستي، أنا عايزك البيت من بابه. أنا مش هينفع آخد أي خطوة غير لما أنتي تقولي لي أي حاجة تطمنيني، تقولي لي إن أنتي شبه موافقة.